افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة معهد التدريب والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين المصرية بمكرمة من سموه قدرها 50 مليون جنيه مصري. في إطار اهتمام سموه ومتابعته المستمرة لتطوير نقابة الصحفيين في جمهورية مصر العربية، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفل افتتاح معهد التدريب والتكنولوجيا بمبنى النقابة، والذي أقيم بمكرمة سخية من سموه قدرت بنحو 50 مليون جنيه، حيث كان في مقدمة مستقبليه عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وجمع غفير من الصحفيين أعضاء النقابة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة. كما تابع سموه رفقة السادة الحضور فيلما تسجيليا قصيرا حول أبرز أنشطة نقابة الصحفيين في مصر وجهودها في دعم أعمال الصحفيين المصريين والعرب. عقب ذلك تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة محتويات المعهد، والتي اشتملت على قاعات لتدريب الصحفيين والإعلاميين جهزت بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنية الفنية الحديثة، واستوديوهات تلفزيونية احتوت على وحدات مونتاج خاصة على أعلى المستويات، بالإضافة لاستوديو إذاعي مجهز بأحدث الأجهزة المتطورة، فضلا عن استوديو للتصوير الفوتوغرافي رعي فيه توفير أعلى مستوى من الحرفية. كما يتضمن المعهد أيضا متحفا صحفيا وناديا اجتماعيا للصحفيين بمساحات داخلية مغلقة وأخرى خارجية في الهواء الطلق، بالإضافة لمكاتب إدارية ومرافق تنشيطية وخدمية. وبهذه المناسبة ألقى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المصريين كلمة أكد فيها إن عطاء صاحب السمو حاكم الشارقة لا يتوقف في مختلف المجالات، فاليوم يزورنا في بيت الصحفيين أعرق وأهم نقابة للصحفيين في الوطن العربي ليفتتح إنجازا مهما تكفل بكل ما فيه ودعمه بوسائل التطور والتقدم التكنولوجي. عقب ذلك ألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة له بهذه المناسبة قال فيها سموه: كثير بيتكلموا عني بطريقة محب للثقافة، محب للعلم، محب لمصر، بس ما حدش يعرف أني أنا يوما أو في سنة معينة أنا كنت مراسل سري. يا ودي لها حكاية. ده العدد 11/96 25 سبتمبر 1957، ودي لها حكاية. أنا كنت وفي عمري 16 سنة كنت لاعب كرة متميز، وبعدين القاعدة البريطانية في الشارقة عندها فريق، والفريق كله من الموظفين والعاملين لديهم، لكن ضموني أنا وأنا كنت صغير يعني يا دوب 16 سنة، وأعطيت بطاقة أستطيع أدخل المعسكر أخرج في أي وقت القاعدة يعني. ولو حد يقرأ كتاب سرد الذات اللي فيه يعني حياتي من طفولة، أنا في سنة 56 لما انضربت إذاعة صوت العرب فانقطع عنا الصوت، في الفترة دي كان آخر كلمات المذيع أحمد سعيد: لو تخرب للعدو مثقال إبرة، ولو حتى مثقال إبرة. وأنا كنت يعني مع الشباب كده، فكنت أسمع الكلام ده، فقمت بعمليات كثيرة من حرق وتخريب، وهي موجودة في الكتاب يعني. في 57 في بداية أغسطس كده، وأنا رايح أنا في المعسكر، والمعسكر قدامه المطار واستراحة في المطار،
وإذا أنا أقابل راجل مصري قدم نفسه قال أنا أمين جلال صحفي مصري، ما أعرفش حد وصى علي الله أعلم، فأنا عايز أصور في القاعدة. قلت له ما مش ممكن، قال لي عايز أشوفها من الداخل. قلت له أنا معي بطاقة، اركب معي وأنا واخده. فأنا أخذته على مسؤولية حضرتك، أخذته جولته في القاعدة، قال شاف الطائرات شاف المعسكرات، فقال لي أنا إزاي أصور؟ قلت له لا ملكش دعوة، أنا أصور لك وأبعث لك، اديني العنوان. هو هنا بيقول المرافق اللي معي، هو بيذكر يعني في المقالة كل ما يريد يكتب حاجة يقول المرافق اللي معي. فدلوقتي لو أبعث أنا أي حاجة وكانت المسألة بين بريطانيا وبين مصر، طبعا بعد قناة السويس يعني في شدة ولن يتركوا رسائل إلا يكشفوا عليها. فأنا عملت طريقة كده، عايز أبعث صور عن طريق الكويت، فرحت تعرفت على، كنت عاوز أتعرف على واحد اللي هو البسطجي اللي يأخذ الرسائل إلى الكويت، وتعرفت على أخوه وقلت له روح الكويت وهات لي طوابع، فاشترى كمية من الطوابع. قلت له قل له الرسالة تقيلة قد إيه لمصر، عايزة كم طابع. وكنت أصور القاعدة وأعطاني العنوان، قال لي ابعث لبنتي، بنتي صغيرة قال اسمها آية، ابعث لي، وآية دي عايشة دلوقتي موجودة في مصر يعني يمكن تسمعنا دلوقتي يعني. ومن هنا يعني كانت معظم اللي كان يكتبوا في آخر ساعة كنت أنا المراسل المخفي السري والسري في الشارع يعني. دي صور يعني في العدد، عدد طائرات كده 1957. وأنا لما أجي و يعني أحط إيدي معكم يحسبوني واحد منكم طبعا. فأنا كنت لي أنا كنت وأنا صغير يعني كانت لي مجلة يعني، وكنت يعني أصدر مجلة اسمها اليقظة، والعجيب بقى كان فيها يعني أنا بكتب فيها كل حاجة وبخرج فيها كل حاجة، وأنا الوحدي اللي بعمل فيها كل حاجة، وبقدم أسئلة وما حدش بيجاوب طبعا، وأنا بجاوب بنفسي يعني. فامتحنت المهنة دي وأنا لسه يدوب صغير يعني. اسمحوا لي أن أكون معكم في الكلمة الصادقة، اسمحوا لي أن أكون معكم في الكلمة الهادفة، اسمحوا لي أن أكون معكم في مصداقية الصحافة. ولا يفتكر الواحد أن إذا سلم هذا الميكروفون أو ذاك القلم هذا أشد من الفتنة، والفتنة أشد من القتل. نأمل إن شاء الله نكتب الكلام الطيب اللي يقرب ما ينفرش، اللي يبعث على التعاون ما يخربش. كل الأمور دي المفروض يتعلمها الصحفي والصحافة كلمة، والكلمة أمانة وهي أمانة عندكم. السلام عليكم ورحمة. رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مراسم الافتتاح كل من سعادة جمع مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحث العلمي.